بتنتهي مباراة الأهلي وطلائع الجيش بفوز النادي الأهلي 2-0 بهدفي لمروان محسن. الهدف الأول كان في الدقيقة 29 من تمريرة لمحمد شريف، كانت بالعرض بيقابلها مروان برجليه في مرمى طلائع الجيش ويحرز بيها الهدف الأول، ثم أيضا متابعة جيدة من مروان محسن بيحرز بيها الهدف الثاني، وبتنتهي نتيجة اللقاء 2-0 وبيرتفع رصيد النادي الأهلي لنقطة 20 في المركز الخامس. طبعا المقاولين وسموحة نفس النقط ب 20 نقطة برضه، ولكن المقاولين في المركز السادس وسموحة في المركز السابع. كابتن سامي الشيشيني معايا في الاستوديو، بنكمل من خلال اللقاء تحليل اللقاء بشكل عام بعد فوز النادي الاهلي. كابتن سامي برحب بيك مره تانية، ويعني مباراه الشوط الثاني لحد ما افضل من الشوط الاول، ولكن ضيع فرص سواء بقى من طلع الجيش والنادي الاهلي ضاع ضربه جزاء عن طريق ايضا مروان محسن. بص، هو يمكن الشوط الاول كان افضل بالكامل للنادي الاهلي، النادي الاهلي هو كان مستحوذ، هو الافضل، اضاف هدفين، اضاع اكثر من فرصه، لكن الشوط الثاني التغييرات اللي عملها مدير الفني الهدفين عن طريق مروان محسن مهاجم النادي الاهلي، ويعني شوط اول كان النادي الاهلي هو الافضل من خلال الاداء، من خلال التسجيل والنتيجه، ويعني بيوضح ان النادي الاهلي متفوق على طلائع الجيش في ال 45 دقيقه الاولى وكمان بهدفين عن طريق مروان محسن. خلينا نروح للكابتن محمد فاروق وكابتن سامي الشيشيني ونشوف رايهم في الشوط الاول، وهل هيقدر النادي الاهلي يكمل بالشكل ده ونقدر نقول الثلاث نقاط خلاص اتحسموا، ولا لسه في 45 دقيقه ممكن الامور تتغير في الشوط الثاني؟ كابتن فاروق رايك ايه في الشوط الاول؟ واعتقد ان يعني الهدف الثاني كمان طمن الاهلاويه وطمن اللعيبه والجهاز الفني ان الفوز بيقرب من النادي الاهلي بشكل كبير. تاكيد الهدف الثاني ده بياكد بشكل اكبر ان النادي الاهلي يعني خلاص بيطمن. قبل كده كان ممكن النادي الاهلي يجي في جون، لا، النهارده الاهلي هو اللي بيبادر بتسجيل هدف عن طريق مروان بتمريره مميزه جدا من محمد شريف. مروان بيعدل، يعني كان مروان اتحرك في الاول قبل ما محمد شريف يرقص من ناحيه الشمال واتزحلق، وبعد كده عدل موقفه بشكل كبير في التحرك وراح على العرض القريبه حطها بشكل مميز وبيجيب الهدف اول، خلى سبق للنادي الاهلي في المباراه. الهدف الثاني برضو مروان يعني متابع جيد واضح النهارده مروان يعني مركز حتى لما جاب الجون الثاني وهو بيحتفل مع اللعيبه تحس ان كان يعني عليه ضغوط. كابتن كريم مستريق. انا بكلمك كفيرود بقى، فكره ان انا بقالي فتره بعيد عن التهديف، فكره ان ممكن في انتقادات بتخليني انا مضغوط بشكل كبير، فيجي ماتش زي ده هدفين ورا بعض لا يخليني يفوقوني الجبل اللي على كتفي ومخليني ممكن مش موفق، الامور بالنسبه لي بتتشال بشكل كبير. او في توفيق في الهدف الثاني ان الكره اتصدت وراحت له في المكان اللي هو واقف فيه، هو تحرك يعني التحرك بيخليه التوفيق يجيله، فبالتالي مهم جدا انه بيتعب وبيجتهد. فلا يعني مروان الشوط الاولاني هدفين وفي حد ذاته ساعد النادي الاهلي ان هم يفوقوا بشكل كبير كلاعبين، لكن عايز اقول لك ان فريق طلائع الجيش ساعد النادي الاهلي بشكل كبير. جزئيه ان انت ممكن تقول ان طلائع الجيش ممكن ينزل مقفل، هو مقفل لكن لما تيجي تبص لشكل التقفيله بتاعته او في نص ملعبه لا، الخطوط او المسافات ما بين اللعيبه وبعضها مش مناسبه تماما لطريقه اللعب، ان النادي الاهلي ممكن يخترق بمنتهى السهوله بالرغم ان هم كلهم في نص ملعبهم. النادي الاهلي كمان كان مميز جدا، او كابتن محمد يوسف مميز جدا في اشراك النهارده محمد شريف. لما تيجي تبص على الهدفين من ناحيه محمد شريف، عنده القدره، عنده على المراوغه، وجوده في الاماكن المناسبه برده ده محقق هدف. محمد هاني النهارده من ناحيه اليمين عامل شغل كويس الشوط الاولاني. عمرو السوليه وكريم ندفد كميه جري كبيره، خصوصا كريم ندفد اختياره النهارده في كميه في وجوده في نص ملعب مساعد كتير عمرو السوليه، لان كريم ندفد حته العمل البدني وان هو الصغير في السن مخليه بيجري بشكل كبير في نص الملعب، فمساعد نص الملعب ان هم يمتلكوه بشكل كبير النادي الاهلي. ده ساعد النادي الاهلي انه يحرز هدفين، واعتقد ان ده كان المطلوب اصلا من بدايه المباريات للنادي الاهلي بعد عودته من البطوله الافريقيه، ان دايما تبقى انت عندك السبب، ما يبقاش عندك ان انت تعود للمباراه بتعادل ثم انك تحاول تبقى انت المتفوق من البدايه. يعني ده اللي عمله النادي الاهلي النهارده، وانا شايف من وجهه نظري طلائع الجيش بعيد تماما عن الشكل المطلوب بالنسبه لهم. يمكن في اوردر من المدير الفني ان هم يبتدوا يلعبوا او ينقلوا الكوره، وده في حد ذاته صعب قدام النادي الاهلي لما يكون فريق كبير وعنده حته الضغط موجوده. ابعد عن الجزئيه دي. حضرتك قلت لي في ايه؟ اوردر اوردر الله
بقول لك يا كريم نعم. انا مش شادب حمرك بس باقي مفيش مشكله اوردر اوردر اه بس ما تطلعش محمد فاروق اوردر انا قلت اوردر اوردر بطريقه كده مش يعني حنين حنين قوي انا حنين حبيبك يا لا اخي كابتن لما الاهلي بيكسب بص الاهلاويه بنفسيا وش نور واوردر وبدا يعني اللغه تختلف طيب كابتن سامي يعني واضح جدا التفوق للنادي الاهلي في الشوط الاول بالنتيجه واللعب والاداء ولكن طلائع الجيش زي احنا قلنا قبل الماتش وانا قلت لك هيدافعوا ويلعبوا على المرتد حتى ما عرفوش يعملوا المرتد النهارده بص هو الراجل اشتغل المدير الفني بتاع طلائع الجيش اشتغل عكس امكانيات اللعيبه احترام الامكانيات فرقه طلائع الجيش لكن انت كمدير فني انت لسه بقالك حوالي ما فيش ما كملت الشهر مع الفرقه وثلاث اسابيع يمكن كان عندك فتره 10 ايام اجازه وماتش واحد بس لعبته مع الاتحاد السكندري كان اشتغلت بطريقه لعب مختلفه تماما عن اسلوب فرقه طلائع الجيش اللي هو بمعنى ايه بمعنى ان هو عايز يخلي حسن مواندا اللي هو لعيب وسط المدافع يرد يبقى هو المساء ويفرق والاثنين المساكين يلعبوا على الطرف ويزق الطرفين يبقوا جناحين وده مش لعب طلائع الجيش خالص مش متعودين عليه خلاص ولا متعودين ومش قدام النادي الاهلي مش بدايه لعب طريقتك ولعبك دي تبقى قدام النادي الاهلي عايز تبين امكانيات لعيبه او امكانيات التكتيك بتاعك وفكرك الجديد ما بقاش قدام النادي الاهلي لان الاهلي لو اصطادك مش هيسيبك وده اللي حصل ان الاهلي خلص على 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 المباراه في اول خلاص في اول 31 دقيقه ان هو كان ممكن كمان تبقى في الدقيقه 8 كره اتعملت بينيه من ايمن اشرف بين الباك الشمال والمساك راح احمد الشيخ انفراد تماما بمحمد بسام حطها طلعها بسام برجليه في الدقيقه 29 محمد شريف راح من ناحيه الشمال راح مراوغ ودخل لغايه ست ياردات قبله محمد بسام على شريف للدائره عاملها بالعرض لمروان راح حاططها بوش رجله في المرمى في ست ياردات بعدها برده كوره كانت انا بقول فيها شك ان هي ممكن تبقى فاول ان الكره كانت بين ناصر ماهر الهدف الثاني طبت في الارض لاعب الجيش بيحطها بدماغه ناصر ماهر راح مطلع رجليه عند دماغه ولعبها من فوق لعيبه الجيش وقفوا اثنيه فاول خدها محمد شريف دخل باب 18 ناحيه الشمال شاطها بيمينه صدها برده برجليه بس هو لكن مروان كملها من مره واحده الهدف الثاني الهدف الثاني يبقى ثالث الجيم ما شفتش انا لغايه دلوقتي في الشوط الاول ما شفتش مرمى النادي الاهلي ما بيعدوش نص الملعب فرقه طلائع الجيش ما بيوصلوش للمرمى طريقه اللعب مش مساعداهم ده اللي خلى المدير الفني عمل تغييره في الدقيقه 39 طلع مؤمن وراح منزل مكانه عمور عشان يلعب بالطريقه بتاعته اللي هي بيلعب بيها على طول لكن انا شايف ان خلاص المباراه بالنسبه لي انتهت وممكن كمان لو ما امنش بشكل كويس طلع الجيش ممكن النتيجه تزيد لان الاهلي فايق لعيبه النادي الاهلي ماشيين بشكل كويس قوي خلاص الضغوط اللي كانت عليهم اتشالت من الهدف الاول واتشالت خالص من الهدف الثاني فخلاص يقدر ان هو يعلي السكور خلال الشوط الثاني طيب كابتن فاروق يعني توقعاتك ايه للشوط الثاني واكيد التغييرات من النادي الاهلي هيصبر عليها شويه كابتن محمد يوسف الفرقه ماشيه كويس يعني مش هينزل مثلا وليد سليمان زي الماتش اللي فات ان كان خسران 1-0 هيهدى شويه على التغييرات بص انا وجهه نظري ان تعزيز الهدفين دول وانك تحقق نتيجه كبيره في النهارده بالذات خصوصا انها فرصه ان الفريق اللي قدامك زي ما كنا بنتكلم يا كابتن كريم خلاص يعني فاتح خطوطه دلوقتي او هيحاول يفتح خطوطه كمان وفي نفس الوقت مش في يومه زي ما بنقول كده فانك تقدر تعزز الهدفين دول باهداف ممكن تكون موجوده هتخلي ثقتك انت كنادي الاهلي كبيره في الفتره اللي جايه لو جبت مثلا الثالث والرابع هتلاقي الامور بتختلف بالنسبه لك فبالتالي كابتن محمد يوسف يهمه ان يزود عدد او شكل الهجومي ده من وجهه نظري انا الشخصيه انه وليد سليمان يبقى موجود مفيش مشكله خالص من بدايه اللقاء وده اعتقد وارد او بدايه الشوط الثاني يعني انه يبقى موجود زي المباراه اللي فاتت لان وليد بيعمل عمليه تحول الهجوم بشكل مميز جدا اصل ادام الماتش ماشي كويس بس انا هقولها حاجه ولسه الاهلي عنده كمان ماتش في افريقيا يوم الجمعه وبعدين عنده ماتش في الدوري يوم الاثنين مع النجوم وليه ما حققش نتيجه كبيره من يعني هو ممكن بس يبقى ايه في سنس كده كابتن محمد ان هو 10 دقايق مثلا لا مش 10 دقايق يعني مش من يعني تعدي ثلث ساعه مثلا ويبدا يشتغل عنده ثلاث تغييرات عنده وليد سليمان بره عنده مؤمن زكريا بره عنده اسلام محارب واحمد ياسر ريان مفيش مشكله انه يدي احمد ياسر ريان النهارده فرصه انت محتاج ان لاعب زي ده يبقى موجود يا كابتن كريم لانك بتعاني في الفتره الاخيره مروان النهارده كويس بس اديله فرصه يعني مروان عمل النهارده جيم كويس قد احنا لازم ندي مؤمن ومؤمن لازم ده لازم صح ده لازم يعني برضه لان الكاميرا جت على وش مؤمن قبل اللقاء تحس ان هو مش مبسوط ان هو قاعد على الدكه بس عادي ما هو بقى